نجول للحاجة الثانية، قرار مجلس النواب، قرار مجلس النواب السيد فاضل وقالها بروح. أنت سألتها قالك لا يملك، لا يملك أنه يتدخل لا جهة. قال كيف لا يملك؟ لما لقى مجلس النواب هو اللي يدير قرار يقول هذا كذا، ورانا ضميناكم أنتم الأربع اتحادات في اتحاد واحد. نعم. وهي عطاهم أول عمل لهم، امشوا عدوا اجردوا لي مقرات الاتحاد وأصولها وكذا كذا، وجيبوا النقابات سووا أمر النقابات اللي تحتكم اللي تحت الأربع اتحادات مش النقابات الأخرى، لأن حتى هذه فيها مشاكل كانت معاهم فلازم يحلوها. تمام. الحاجة الأخرى أن واحد من الاتحادات دول اسمه الاتحاد الوطني، هذا منقسم ثلاثة اتحادات راه مش اتحاد واحد. الشرعية عند من فيهم؟ الشرعية حتلقاه اللي عنده شرعية في الاتحاد الدولي نقابات عمال العرب، واللي عنده مقعد وعنده كرسي غادي هذا هو اللي حتلقاه موجود. تمام. الحاجة الأهم من هذا كله أن مجلس النواب عقيلة صالح، هو تكلم عن المستشار عقيلة صالح، والله العظيم الذي لا إله إلا هو عقيلة صالح بالحرف. باي جلست معاه في رقاء رسمي وقعدت ونزل في الصفحات ونزل. نعم. في كل شيء قال هذا الإجراء اللي صدر من لجنة شؤون النقابات إجراء غير قانوني وغير صحيح، لا يحق للجنة لو تبحث حتى النظام الأساسي بتاع مجلس النواب رقم 4 رقم 4 النظام الأساسي مجلس النواب يعطي، يقول لا يحق للجنة أو لعضو مجلس نواب أو لأي أي حد في مجلس نواب أنه يصدر قرار. نعم. أو يصدر كتاب باي ما لم يكون موقع ومبوب من السيد المستشار عقيلة صالح، وهم القرار اللي يداهروا بيه هذاي ما هوش موقع من عقيلة صالح، موقع من شخص واحد، والشخص هذا لما دار اللجنة تكون مش عارف من كم، غايبين خمسة واللي حاضرين ثلاثة، حتى نصاب ما وصلش، لكن داروا بسرعة بسرعة. وعندنا تسجيل صوتي يقول ان نحن رانا موتين كل حاجة ودارين كل حاجة، حتى الاجتماع هذا برنامج سوري بندروه كياي وموجود التسجيل وبعثته لكم. طيب. قالوا نحن بندروا الاتحاد ونبندروا كذا كذا وحطينا حتى الاسماء. خليني اكمل لك بالله عليك يا عز الدين. نعم. على السريع، صدر قرار ولا يملك مجلس النواب إصدار هذا القرار وهو مخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والاتفاقية 98، الاتفاقية الثانية مصدقة على ليبيا، البند الثاني يقول فيها ما يحقش أن الدولة تدير اتحادات أو نقابات تكون تحت سيطرة الدولة، تحت سيطرة النواب أو تحت سيطرة أصحاب العمل أو سيطرة صحة التنية. وهذا اللي دار السيد عضو مجلس النواب.